السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت عايز تشتري برنامج لكن حسيت ان البرنامج ده سعره غالي، فممكن تروح على موقع اسمه اب سيومو. الموقع ده بيقدم تخفيضات في البرامج والتطبيقات اللي انت ممكن تطلبها، يعني في مثلا ده ب 360 دولار، تقدر تشتري ب 39 دولار لايف تايم مدى الحياة، وهكذا. هتلاقي حاجات كتيرة جدا ب 2000 بتتباع ب 99، بيبقى في تخفيضات من الشركة نفسها وهكذا، عروض كويسة جدا. تمام، يعني هتلاقي حاجات كتير زاد ان انت ممكن تدور. يعني انت عايز برنامج يكون بيعمل مثلا مونتاج، فتبدأ تيجي هنا وتقول له انا عايز البرامج الخاصة بالإيديت فيديو. لو في برنامج اشتريته خلاص هيفضل معاك مدى الحياة. تمام، فالفكرة بس ان انت تشتريه في ساعتها. تمام، يوز AI باور turn your video into 30 content type in record time. فده مثلا اهوت، ده المفروض ب 276 دولار، بقى ب 59. هتشتري مرة واحدة خلاص هيبقى معاك، ده تقريبا بنص السعر اهوت تاجو. على الأقل هتعرف البرامج وتعرف الأسعار بتاعتها الحقيقية وأسعار التخفيض، فتقدر إن أنت تاخد قرار. تقدر تقول له بقى أنا عايز حاجة خاصة باليوتيوبر مثلا، عايز حاجة يكون الأوفر في حاجات اللي هي لاست كول، يعني خلاص هي يوم او يومين والعرض ده يختفي، يكون العرض مميز بحيث ان هو يخليك تدخل كل يوم على الموقع دوت. تمام، فيبدا بقى يفلتر لك الحاجه اللي موجوده. ممكن مثلا انت شغال في الحسابات او شغال في مجال معين، تبدا تعمل سيرش وتبدا تشوف الحاجات اللي موجوده وتعمل فلتر على الحاجه اللي انت عايزها مثلا هنا، فيبدا يجيب لك المنتجات وتبدا ان انت تشوف ايه الحاجه اللي مناسبه ليك.